على السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم، أحوالكم وصحتكم؟ أذكر 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 مش مهتم بيا، من ديما هو تو شو دي بربشني خلص شراني بدنا نحكي في أذكر شو دي بربش فيا، حبي سقسي حبي نسنس ضحكني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحكي مع الشعب. تحكي مع الشعب؟ يا قدامي شعب في الكاميرا في المصورة نحكي معاه. ايوه. احسن حاجة. قاعد نعطيهم في معلومات جديدة خاطر فما برشا حاجات بدلت. اي. الدنيا تطورت. تطورت بالله. توا علولو البلاد كيما قبل وكيما توا شنو تبدل؟ يا ترى ما عرفتش في المسؤولية ولا ايه؟ كل واحد خدمته بدل، كل واحد خدمته، الدنيا تطورت وصارت حاجات جديدة حتى في المرشي متاعك. نحكي لك صار في المرشي؟ لا. اي ركز معايا، ركز معايا مليح مليح على الموضوع هذا يهمك. كيف اسمه؟ العياري لقى كنز في الدار. دار هو؟ القى جرة بالذهب باللويز عالي. قديش فلوس؟ 500 مليون. طلع شعمل شعمل مشي شري المرشي متاعكم. المرشي تنصب فيه انت سيد عبد السلام. شريه شريه وباش يطيحو ويبنيه بلاص. فعلي اللي عنده الويل. يعني انت مازالك جمعة وتخرج من المرشي؟ يا بنيش قسم عند ربي، قسم عند ربي. صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. اما هو قال باش يخرج جماعة المرشي الكل باش يطردهم، لازمنا نعملوا عريضة، نعملوا ورقة باش نشكيو بيه باش يخلينا المرشي نتاعنا. اي نعم. كي انا سألت جماعة المرشي قالوا لي ما يقدر عليه كاين واحد بركة، هو علي الحربي هو اللي يقدر عليه. قالوا لي هندسلو ويتكتكلو ويلعبلو يحجم له. قال علي الحربي هو النجم يحجم له. يا ولد سبيتا موغو. سبيتا موغو. سبيتا موغو. سبيتا نعرفها. استنى استنى موغو اميغو. اميغو. سبيتا اميغو. سبيتا اميغو تقصد؟ ها سبيتا اميغو. ها سبيت اميغو يعني انتظر يا صديقي.
باش تهندسلو وتكتكلو يا ابن الله. قالوا لي كان علي يقدر عليه، علي الحرب هو الرواه يقدر عليه. يا ابن الله جميل اسمعني، هو مول الكنز اللي لقاه في الدار، علاش ما نقولوش الحاكم اللي هو لقى كنز خليه يهزوه، نطلبوا الشرطة نقولوا راه لقى كنز في داره وممنوع الكنز هذاك يبيعه، يشد الحبس. نقول للشرطة اللي هو لقى كنز نشكيو بيه للشرطة، نصبوا بيه. تكتك هو تورا بابا يجاوب شطول يقعد يخمم يهندس. قاعد اي هندس لي عاد نشكيو بيه للشرطة على الذهب ولا اي الكبير اي رب معاك هما قربوا بيه نازلة نازلة اي نازلة زيها. اسمعني اعمل روحك انا القاضي وانتي المحامي اللي باش تدافع على جماعة المرشي ضد العياري، كيفاش تحكي؟ اعمل روحك محامي انا القاضي. اي بسم الله الرحمن الرحيم ابناتي ابناتي اولادي وبناتي انا المرشي لكم كل وخبز نقل كل الخبز ايش يحكي على الولا وبحيث ما بباش خمى لنا تحريك و ما فهميش دولاب يعني ياكل ماذا الحاجب له كل وتهاني وسهلا المجلس يكون سلامات والسلام عليكم. يعطيك الصحة المرشي في شتيحوه سي بعد الكلام هذا طاح المرشي شتيحوه سي شتيحوه لك كان نصبتك انتي برك هو العياري قال طيحوا كان نصبت علي الحرب يا كهو تقعب على العياري قال لك كان نصبتك انت بركه باش تطيح الباقي الكل باش يبقى انت تهز شلاقيتك ومن لقيتك ولا انقال انا نزب وربي ليه ليه يا لولو انا نحبك راقي وانسان راقي ما تسبش العباد لازم نهنسولو نلعبولو نحطولو شويه زطله ونبعثوه شمس نبعثوه ليك نحطولو النفه البيضه يروح صحيح معايا في الموضوع اي نعم متفقين بخير يعطيك الصحة أذكى أذكى اما مش حرام علينا لا حرام لا حرام لا حرام لا حرام شيء ندخلوا الحبس وهو ما عملنا شيء غير طردك انت بركة مرشي أذكر أذكر هو حب يلعب لك على نصبه راهو مشي يكلم البلدية وعطاهم فلوس قال لهم نحيلوا النصبه حبوا ياخذوها لك كان عنده بقسري ما تقول حتى حد راهو سر بيناتنا لا 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 لعبوا لك على البغلي والنصبة يحبوا يفكوها وباش تمشي لواحد اخر هما قاعدين يلعبولك تحت الطاولة طاو يلزمك تكون فايق وتكتكلهم انتي تحجمهم قبل ما يحجمولك بطبيعتك محجم انتي بارك الله فيك يرحم والديك انا السبب متاعك انا نصب لك ليك انتي بركة يرحم والديك انا سبب ولا لا 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 سوزان بالله والله انا اشبع بالبوس ما لا بلا بوس 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 الراجل زيد بوس زيد وحيد اخرى باش نقعد كل يوم نصب لك بابا بيك
كل يوم نقفف لك بابي نهز لك القفة قفف لي هاي وقتاش نوزروه العيال نحطوا له النفع البيضة ونبعثوه نبعثوه يبيك زي ما قديش يحكموا عليه الله أخبير عام يحسن عام عمي انتي تعرف النفع البيضة لا من عفاش زاما زاما متعرف ايش انا ما نعرفها من امين شي يجيبوا النفع البيضة بش نحطوه له في النصبة ما عندكش خيوط يبيعوا النفع البيضة ما عنديش جملة والله ماشي نعمل طب نحطوا له فارينة ما حكيت لكش انا لا ما هو العيار يجيبها يبيع في النفا البيضة ايه يطلع يخش في الناس يبيع في الفارينة على اساس نفا بيضة ويشرقوا بيه العبيد حطوه في كوشة بدو يعجنوا فيه كالطابونة ماذا بالحبس ماذا لا لا مازالوا ما دخلوش الحبس خاف نخرج بدك انت في البحث هذه انت يا تتمنى له الحبس انت ها انت تتمنى له الحبس انت نعرفك طيب لا بديك انا بنزيده خلي ادعي بالخير ربي يحميه ان شاء الله ادعي معايا برا بدي ندعيه يا ربي احمي العياري قول امين عاد امين يا ربي قويه امين يا ربي هز له النصبه امين يا ربي تفك النصبه لعلي الحربي يا ربي فك النصبه لعلي الحربي ودي خبر انا جاوبتك هذي دعيت لك بالخير دعيت بالخير انا دعيت لك بالخير انا أي. يا ربي تكسر له الطاولة يا ربي يسرقوا له السلعة يا ربي يا دين امك دين امك بليز هكا بليز ياسر انتي بليز ياسر انتي بدي دين امك يضرب الرسمي راه دين امك يضرب الرسمي راه اوي وجعتني اهلا وسهلا اوي ضربني برش هاي خنقص ضربي هاي فين تريح هاي بلا لا شاهي حاجه بلا ما بلا ما زي ميك كان ميك